ديال البيك تسوي ياك المهم قاعد لو غير تسوي فيلم احتراف عنده الورقات ديالو وهذا شرف كبير انه هذا الفيلم هذا يتلونصاب الافلام. ستيفن يساوي مدير مهرجان الدولي للفيلم هوات بوجده هذه السنه الدوره التاسعه ديال المهرجان المنعقد ما بين 6 وتسعود دوجانبير بمسرح محمد السادس. اليوم كانت عندنا ندوه صحفيه اللي كنطرحوا فيها البرنامج ديال هذه الدوره هذه اللي هو غني. هاد السنه كما راكم عارفين خدامين على واحد البرنامج اكاديمي بحكم ان كاين جوج شعب في جامعه محمد الاول اللي كيشتغلوا على المجال الاعلام والتواصل وكذلك شعبه صناعه الثقافه السينمائيه. هاد السنه في لجنه التحكيم او كما كنقولوا الضيوف الشرف ديال هذا المهرجان هو غني. ما عندنا في لجنه التحكيم هاد السنه يحيى عمارة كعضو منسق شعبة صناعة الثقافة السينمائية، ومعنا روبرتو من بلجيكا عضو كذلك منتج ومخرج من بلجيكا، ومعنا رشيد الزاكي سيناريست غني عن التعريف رئاسة لجنة التحكيم. كيتباراو هذا العام 12 فيلم في المسابقه الرسميه، وكاين فيلم ضيف شرف بيان سور اللي كل عام كنقربوا الجمهور لوجدي بالثقافه السينمائيه او للفرجه السينمائيه. جايبين فيلم باي باي لا فرانس اللي هو فيلم عائلي اللي كنحاولوا ان السينما اللي ما كايناش هنا في وجده كنحاولوا نخلقوها في هذا المهرجان. كذلك كاين عروض الافلام في خارج المسابقه الرسميه. هذه السنه هذه باش كتمتاز هو واحد اليوم الدراسي. هذا اليوم الدراسي هو كاين خمسة ديال المحاضرات، وهاد الخمسة ديال المحاضرات الأساس ديالهم هو تكوين الشباب في المجال السينمائي. كذلك عندنا ضيفة الشرف هذه السنة هي فرنسا، احتفال بالسينما الفرنسية. كاين بعض الأنشطة موازية لهذا النشاط اللي هو ما كنشوفش الأطفال الصغار في سيني جونيور، كاين كذلك دي ماستر كلاس، كاين دي سيني ديبا. الأساس من هذا الشيء كامل هو تكون أسبوع ديال السينما والفرجة السينمائية ببنس وجدة، وشكراً.